السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. بالنسبة لأكثر سؤال متكرر بالنسبة للأجانب والعرب، اسم اللعبة، اسم اللعبة طبعا سكواد، هاي أيقونتها. طبعا اللعبة من ستيم، موجود الشرح وطريقة تنزيلها كاملة على قناتي، راح أترك لكم وصف الرابط بالوصف. وبالنسبة للإعدادات الحساسية وإعدادات الجرافيك، راح أفتح لكم اللعبة وأشوفكم إياها، لأن السؤال هذا كثير مطلب من عندي وأنسى أجاوب عليه أو أبعثه، فأحسن شي راح أنزل فيديو وأشوفكم إياه كامل. استنى شوي تفتح اللعبة. طبعا بالنسبة للإعدادات، هي إعدادات الحساسية، الإعداد هذا مشان اللي يسأل إنه ليش الرؤية عندك بعيدة، هي تجي الرؤية بالعادة 90، فأنا رافع ل 120. بالسابق كان إذا ترفع الرؤية السكوب راح يبعد عنك، فما راح تشوف مظبوط، يعني ما كان خيار حلو. أما حاليا بما إن السكوب صار ثابت مع إيش ما غيرت بهاي، راح لما تفتح السكوب راح يظل مثل ما هو، فمن الأفضل أنا يعني باللعب إني أرفع على 120 تشوف الساحة بشكل كامل. بالنسبة للحساسية، هي إعداد الحساسية، فما أنصح إنه الناس تاخذ نفس الحساسية، كل أنت وتظبيطك. عندك هاي حساسية سكوب بشكل عام، يعني سكوب 4، سكوب 10، أكثر شيء مستخدم هو سكوب 4 موجود. البقية يعني هاي سكوب 4 حطوا على 0.07، واحتمال راح يكون الأساسي، ماني متأكد، يعني اللعبان بين شوي بس مو زيادة. فكل واحد حسب إعدادات الماوس تبعه، حسب تحكمه بالماوس بشكل عام. وعندك هاي ثانية زاد الجلوبال سنسيفيتي، وهاي بالنسبة للإعداد الجرافيك. الجرافيك طبعا أنا ألعب على فول جرافيك على إعدادات. الكرت عندي هو 3060، 12 جيجا. وبالنسبة لشغلة ثانية اللي هي مواصفات ومتطلبات لعبة سكواد، راح افتح لكم اياها من هين من ستيم، او خلني افتح ستيم نفسه. نجي على ستيم نفسه. انت بما انك بدك تعرف هل جهازك يشغلها ولا ما يشغلها، او بشكل عام انه اذا ايش هي مواصفاتها اذا بدك تجيب جهاز جديد. بس خلنا في الموسيقى بشكل عام. تنزل لجوا هنا، راح يحط لك المواصفات الدنيا او اقل المواصفات، اللي هي 8 رام وكرت شاشة 9060، 960 عفوا. وبالنسبة للام دي هو 7970، 4 جيجا. اما هاي المواصفات يعني حتى اذا شغلتها راح تكون تواجه مشاكل كثير بيها. والمواصفات العليا هي 16 1060 او 570 بالنسبة لام دي، وهو 6 جيجا. فانت ايش كان ما ترفع اكثر من جنان احسن. هي ال 1060، انا عندي كرت 1060 ومجرب اللعبة وشغال عليه نظام يعني ودقة حلوة. فانت مشان المستقبل لازم يكون عندك الرام تبع الفي رام تبع الكرت 8 جيجا، او انت طالع لانه صارت 6 جيجا وال4 جيجا شي ضعيف، يعني ما عاد يشغل الالعاب حاليا والمستقبل. فمن الأفضل أن نجيب فيرام أعلى. والمعالج إيش هو المعالج؟ الحين عندنا الكور اي او الام دي من الجيل الرابع او رباع النواة، مو جيل رابع، رباع النواة. وبالنسبة للمواصفات العليا هي سداسي النواة. مساحة اللعبة هي تقريبا اول ما تنزلها هي 35 جيجا تقريبا، اما بعد الفك، بعد ما تنزل اللعبة وتفك الجهاز، راح توصل عندك 75 او 80 جيجا. عندنا شغلات ثانية، هاي اذا بدك انت مثلا تشتري اللعبة تشتريها من هنا، هاي الشغلة اضافة ما اعرف ايش فايدتها صراحة، بس احسها شغلة فاضية لان اللي يلعب اللعبة بدون ما ينزلها. هنا عندك اضافات بالنسبة للحركات وما حركات وسكنات، هذا شغلة فاضية. ما اعرف سكواد تفكر حالها لببجي ولا ايش منزلتها. المهم الى هنا نكتفي بهذا القدر، واي سؤال ثاني زاد ممكنك تسأل على هذا الفيديو
وإن شاء الله راح أجاوبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.